ألو، بسم الله الرحمن الرحيم. الرابطة هي مو رابطة حكومية حتى نضع لها تشريعات ونضع لها قوانين. الرابطة بشكل مبسط هي تجمع عربي، تجمع خلينا نسميه آسيوي أفريقي لمدربين يهمهم التطوير ويهمهم أن يعملون بحداثة بالتدريب. يعني أنا أدرب السرعة بالطريقة هذه، سرعة كرة القدم أدربها بالطريقة هذه. لو أنا اختبرت وجاني موضوع عن تدريب سرعة للمدافعين أدربها بالطريقة هذه. ليش أنا أدرب سرعة المدافعين بالطريقة هذه؟ لأن تدريب السرعة بطريقة غير مشابهة لما يحدث في المباراة مسألة أنا أعتبرها استهزاء بالناس، البعض يعتبرها ضروري، لكن أنا في هذا التمرين أدرب سرعة مقاربة لما يحدث في المباراة وتسمى بسرعة تغطية المهاجم. انتبه لمفهومي في التدريب. فما راح أفعله أنا بشكل جدي هو أنقل التدريب من حالة جامدة إلى حالة مترجمة من خلال المباريات، فيكون هناك نوع من أنواع التطوير في ما يعرف بسلوكية التدريب عند المدربين العرب. المدربين العرب عدهم ممكن أنا ما أمدح، يعني هو هاي مشكلة، أنا ما أمدح الناس إلا إذا كانوا يستحقون مدح. أكثر المدربين العرب عدهم قابلية على الاستيعاب، بس يحتاجون شخص أو أشخاص يمنحوهم المفتاح لفتح باب الإبداع والتطوير. فكثير من الناس يسألوني يقولوا لي دكتور موفق شنو تشريعات شنو؟ لا يوجد تشريعات في الرابطة، نحن نضع الخطوة الأولى، وكلما كانت الخطوة الأولى راسخة كلما كان البناء جيد ومتين، ومن ثم بعد أن نجمع العضوية ونتباهى بها، نتباهى بها أمام المؤسسات الحكومية ونطلب إحنا أن نصبح مؤسسة أهلية ما بها ربح ولا بها خسارة مادية، وإنما بها ربح فكري عظيم. أنا هاي الصورة احفظوها، شوفوا أنا أحب دائما في العمل أن أضع هذا الأصبع على رأسي. إحنا رابطة لتطوير فكر تدريبي مهم. فالإخوان أنا اللي سميتهم اللي ثقة بيهم، يعني أعرفهم وقبل أن أسميهم اتصلت بهم، قد لا توجد عندهم رغبة، لذلك رأسا وافقوا. ليش؟ لأن هم ذولا ناس يحبون التطوير، يحبون المساعدة، ذولا ناس ما رايح يأخذوا الرواتب. هاي واحد. اثنين، إحنا لازم نفكر إنه عندنا اشتراك في هذه الرابطة. الاشتراك لا يذهب لحساب مكتوب به دكتور موفق المولى، لا 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 لا. الحساب في تونس يبقى في تونس، الحساب في أي منطقة من العالم، في الأردن يبقى الحساب الأردن باسم الرابطة وليس باسمي أو اسم أي أحد آخر. لماذا إحنا نريد حساب لهذه الرابطة في البلدان نفسها؟ يعني أنا لا راح أضع درهم واحد في جيبي، لا لا، أنا رجل وصلت عمر كبير ما وضعت في جيبي حرام، ولذلك راح تكون عندنا حسابات. لماذا نضع حساب؟ يعني احنا راح هاي الرابطه يكون بها تدرج في التطوير. اعطيكم مثلا، نعمل ورشه عمل في الاردن على سبيل المثال، ان ساعدنا الاتحاد الاردني اوكي، ان ما ساعدنا احنا عندنا امكانيات شخصيه ونجي للاردن ونجتمع ونسوي ورشه عمل يومين كافي للمدربين في الاردن. ما نحتاجه هو اشياء بسيطه، عصائر، ماء، كرات، قد
نضطر نشتري او نأجر ساحة، لان احنا لازلنا في بداية اللي يسموها الخطوة الاولى. فبعد ان تكتمل قوانا، بعد ان تصير عندنا صلابة على الارض، بعد ان يعرف الناس انه هذه رابطة يعني توازي او تكون احسن من اتحادات يعني وطنية او قارية، عند ذلك نبدأ بالتفتيش عما يعرف بالكونفنشن، اي ما يعرف بالاتفاقية، ونعمل اتفاقيات. انا اروح للاتحاد الاسيوي المستعد واعرف هذه الرابطة ونتاجها على اخوان هناك، ممكن نحصل في اي دولة عربية، ممكن ان يستثمرها احد الاشخاص، ممكن ان يستثمرها يعني تستثمرها شركة، تاخذ تقول حط الشعار مالي اعطيكم هالقد بالسنة، احنا نعلن نقول ويا هاي الشركة صارت عندنا اتفاقية ونشكل لجنة مالية. يعني احنا شوف احنا بدينا انظاف very clean، يعني ما راح نضع حساب باسم شخص، لا هذا لا يمكن، لان الحساب يكون باسم الرابطة. لكن من اين يأتي هذا الحساب؟ من اين يأتي هذا البجت؟ من المشاركين. انا في اتصال دائم مع اخوان يعني اصحاب عقول وعندهم باع في كرة القدم، وقلت لهم تحركوا على الناس المستثمرين اللي يريدون يطورون الكرة بالعالم العربي، هذا مجال مفتوح لهم، ومجال ما بي لا سرقة، ومجال لا بي غش، مجال نقي ونظيف، وهو يصب في صالح اللعبة. كثير من الأموال تصرف على كرة القدم، أنا أشوفها، لكن بلا فائدة. ليش؟ المال إذا لم يصرف بالعقل مال ضائع، ما له قيمة، يضيع ويصبح سهل المنال من قبل ضعاف النفوس. أنا أدرب السرعة بهذه الطريقة، بكرة راح أضع 10 تمارين لتدريب السرعة بهذه الطريقة، بكرة أحول هذه الأفلام على الإيميل، ما راح يوضع شيء للعامة، وإنما كل شيء من هذا القبيل يرسل على الإيميل للشخص الممثل للرابطة في بلد ما، وهو عن طريق الإيميل ماله يستخدم إرسال فيديو أو مقاطع فيديو إلى الأخوة الأعضاء في الرابطة. فتحول هنا، أريد أحدث تحول، يعني هاي رغبتي آخر شيء، أن أنقل ما يكتب بالكتب كذا أضعه بطريقة الأنيميشن المتحركة ليستفاد منه. مثل هذا التمرين بتطوير 1، بتطوير 2، بتطوير 3، هذا التمرين يستخدم خلال فترات الإعداد الخاص، هذا التمرين يطور ما يعرف بنظام الطاقة اللاهوائي. هذه التمارين مهمة بالنسبة للمدربين. إذا قدرنا أن نعمل أنا أسميها مكتبة أو أرشيف للتدريب النوعي، نكون حققنا أول أهداف الرابطة اللي ما موجودة لا على رابطة عالمية ولا باتحاد عالمي ولا باتحاد قاري. وأنا أعتقد أنه لو أنا حصلنا الدعم الكافي سأجعل من هذه الرابطة بمساعدة المدربين والأعضاء أحسن موقع كروي في العالم. وأنا عندي وعدي، أنا دكتور موفق المولى، يعني إحنا نحتاج إلى التوفيق، وما دام نيتنا جيدة إحنا الله حيكون معانا بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا.